التخصص تاع التجاره الالكترونيه اللي باشرته المعهد العالي للعلوم، نشوفها مبادره طيبه بزاف، لان راح تساهم في تكوين اطارات وتكوين عقول تسمح بتاطير عمليه التحول الرقمي للشركات، باش يعني التعلم تاعو يكون مؤطر، ما يكونش تعلم همجي اللي يخليه ممكن يطيح في اخطاء. مستحيل راح يتعلم الناس اللي دخلت تعلمت التكوينات، دار تكوينات هكا بسيطه، ما حش يكون نفسه مع واحد درس يعني هكا عنده ليسونس ولا يعني درس كامل الجوانب تاع الايكوميرس. حتخول الطلبه وتخول يعني الشباب انهم يتعلموا مجال التجاره الالكترونيه بالشكل الصحيح عن طريق الاساتذه القيمين الميدانيين اللي راهم فيها، انه راح تضبط الامور وتخليها اكثر تنظيما، ولكن الافضل انه الجانب النظري لازم دائما نرفقه بالجانب التطبيقي، ما يغلبش جانب على جانب. ما جامغي بيان كون يديروا هكا تخصص في لافاك ولا لي زيكول ولا لي زانستيتيو، وين يورونتيوهم ويفهموهم اكزاكتومون هاليك واش يديروا واش يديروا واش يديروا. هذا التخصص راح يعطي لك نظره شامله على التجاره الالكترونيه، يعني ماشي تعلم تبيع اونلاين ولا دير فيسبوك ات وخلاص، لا راح تعلم تقريبا التجاره الالكترونيه بشقيها، لانه نعرفوا كاين كلمتين، عندنا التجاره وعندنا الاي كوميرس. اذا كش واحد ما قاش اي كوميرس في بالو تقتصر برك في البيع والشراء، الوغ كو نو كيقراها كتخصص اكاديمي يلقى بلي فيها افاق بزاف واحد اخرى. وهذه حاجه مليحه بزاف، لانه راح تسهل عليك مراحل كثيره، يعني المراحل هذه كانت حنايا بالنسبه لينا صعبه جدا.